الله الاهلي والزمالك في النهائي وبيراميدز في النهائي، نتمنى ان الثلاثه دول يوصلوا فاينل باذن الله، وانا عندي امل كبير جدا ان الثلاثه باذن الله هيبقوا موجودين. ما حدش بيجيب سيره بيراميدز ليه في الكونفدراليه؟ ما هي صحيح، لا ما واحد البطوله الاهم ماشي، بس ما احنا اتنين هاريين طول الوقت الاهلي والزمالك، بس نتكلم على بيراميدز نادي مصري برضه. اقول لحضرتك واحد البطوله الاهم، اثنين جماهيريه الاهلي والزمالك، ثلاثه ان اغلب جماهير الاهلي ما بيحبش بيراميدز. طب جماهير الزمالك بتحبه؟ ما يحبه او ما يحبوش، بس فريق مصري وفي سيمي فاينال وعايز يوصل يعني. ما انا هو تمنينا له انه يوصل للفاينال والله. يا راجل ده انت بتتمنى ده، وريني قلبك كده. تمنى له ايه؟ وريني قلبك. عارف الاغنيه بتاعت اديني قلبك اديني يا كابتن؟ انا هو ابيض اهو، ايه المشكله يعني؟ قلبك ابيض. لا طبعا اغلب الاهلاويه ومنهم الاوسي مش عايزين بيراميدز. لا لا لا، في افريقيا، في افريقيا يعني. هتقول لي مثلا الماتش الجاي، بس طب اديني فرصه. طيب الماتش الجاي الاهلي وبيراميدز، هتقول لي مين اللي اتمنى بيراميدز يكسب علشان خاطر يعد؟ لا اتمنى الاهلي يكسب بغض النظر عن اي حاجه. لا مش كده خالص، انت مش عايز الخير لبيراميدز زيك زي اخوك. انا عايز الخير ولا الشر ليه يعني؟ ليه يا استاذ خضر ليه بتشوه صورتي كده يعني؟ انا ليه انا كلمت. بس طب واجهني بس يا استاذ خضر. وجهك ايه؟ قال على الهواء قدام مصر كلها. قال انت رد على السؤال. هو ادالك اتهام، جاوب. اللي هو انت مش عايز الخير لبيراميدز، مش عايزين بيراميدز، مش انت مش عايز بيراميدز يكسب في افريقيا. لا في افريقيا كلام طبعا. هو دلوقتي كلها اتمنى ان بيراميدز يوصل للنهائي ويكسب البطوله. تمشي ويكسب البطولة. مش مقتنع. والاهلي يوصل للنهائي ويكسب البطولة عادي، ويلعبوا السوبر والاهلي ياخدوا السوبر. طيب ادونا